عبر الهاتف الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص أيضا في الشأن التركي. أستاذ بشير أهلا بحضرتك. وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة أسباب عديدة جدا زي ما ذكر التقرير. السبب بيرجحه الكثيرون وهو مسألة حلم الخلافة والسيطرة في أكبر قدر من الدول، وسبب آخر له علاقة بالغاز والنفط وبحصته، لأنه تركيا بتعتبر فقيرة في هذه الأمور وبتستورد وبتبحث عن الطاقة، وأسباب لها علاقة أيضا الناحية السياسية في الداخل التركي وفرض رؤية جديدة أو تأييد الناخب التركي له من خلال هذه السلوكيات. حضرتك بتميل إلى أي طرح من كل هذا؟ يعني مجموعة من الدوافع والأسباب هي التي تدفع أردوغان إلى هذه المغامرات العسكرية. يعني إضافة إلى كل ما تفضلت بالإشارة إليه، هناك رغبة أردوغان في إشغال المؤسسة العسكرية التركية بملفات وتهديدات خارجية حتى لا تتفرغ للإقدام على انقلابات عسكرية تطيح بحكم أردوغان. أردوغان علاقاته الآن لم تعد سوية بالمؤسسة العسكرية التركية بسبب ما قام به من عمليات تطهير وتغيير وإعادة هيكلة إثر المحاولة الانقلابية المسرحية في العام 2016، وبالتالي هناك غضب عارم داخل المؤسسة العسكرية ضده، ولجأ إلى توريط المؤسسة العسكرية في حروب خارجية ومغامرات عسكرية خارجية حتى تنشغل بهذه الحروب ولا تتفرغ لأي محاولات انقلابية جديدة. لكن يضاف إلى ذلك أيضا الدوافع المتعلقة بأمن الطاقة التركي، لأن تركيا دولة فقيرة جدا في مصادر الطاقة، تستورد 95% من احتياجاتها بما يكلف الميزانية العامة للدولة حوالي 45 مليار دولار سنويا، تؤدي إلى إرهاق هذه الميزانية، لذلك يبحث في الشرق المتوسط وفي مواضع أخرى عن الغاز، فضلا عن الحلم العثماني لأردوغان. يعني أردوغان لديه رغبة في إعادة إحياء العثمانية مجددا، تتيح له أن يكون سلطانا جديدا على عدد من الدول وليس تركيا فقط، ما يسمى بالعالم التركي أو ما يسمى بالإمبراطورية القديمة أو الوطن الأزرق، كل هذه المسميات تشير إلى رغبة أردوغان في الهيمنة والسيطرة والبقاء في السلطة على رأس إمبراطورية وليس دولة، لذلك تأتي هذه التدخلات أيضا. فضلا عن أن أردوغان يريد أن يستغل اللحظة التاريخية الحالية، هو يرى أن تركيا لديها فائض في القوى العسكرية وأن المنطقة في حالة من السيولة الجيوستراتيجية، وبصدد عملية إعادة تقسيم المقسم. نعم. طيب استاذنك استاذ بشير، يعني استاذن حضرتك بان تكمل حديثك، لكن بعد قراءه هذا الخبر الهام وردنا هذا الخبر، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومستشار الرئيس للشؤون المالية لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية وأيضا برامج التعليم المجتمعي. وجه الرئيس السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10,000 حضانة، وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار 1 مليار جنيه. طيب أستاذ بشير تفضل أكمل فكرتك إذا تفضلت. يعني هي إذن مجموعة من الدوافع، منها ما يتعلق بحلم أردوغان الشخصي لإنتاج العثمانية مجددا، هناك أمن الطاقة التركي، هناك الرغبة أيضا في استغلال اللحظة التاريخية حيث المنطقة في حالة سيولة جيوستراتيجية، يريد أردوغان أن يقدم تركيا باعتبارها دولة قائدة ورائدة في الإقليم تستند إلى فائض قوة عسكرية. طيب يراه هذه السلوكيات احنا بنتكلم عنها من فترة طويلة جدا، يعني سنوات، وبنتحدث عن عمليات تدخل في دول كان بعدها شجب وإدانات وفرض عقوبات وضغوط كثيرة على تركيا، لكن في الفترة الحالية مختلفة بعض الشيء، لأنه الضغوط زادت بدرجة كبيرة، حتى أن روسيا اللي بتتفق معها أو في الكثير من الملفات أو بينهم علاقات تجارية وعسكرية
كبيرة، إلا أنه اختلفت معها في الكثير من الأمور أيضا. وبنجد اليوم اجتماع أو مؤتمر بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية اليوناني، وبيتكلموا فيه عن التدخل التركي في منطقة المتوسط. إزاي حضرتك شايف استمرار تركيا في الفترة القادمة في نفس النهج، بعد ما تقريبا كل الدول المحيطة أو حتى اللي كانت صديقة معها في بعض المجالات اختلفت معها الآن؟ هناك دائما حسابات التكلفة والمكسب والخسارة. أردوغان الآن يخسر في كل المسارات، يعني هو يستطيع أن يبدأ دائما تحرك في اتجاه معين، لكنه لا يستطيع أن يحقق أهدافه من هذا التحرك، وهذا ما جرى. هو الآن أشعل شرق المتوسط، وحتى الآن لم يتحصل على حقل الغاز أو النفط في شرق المتوسط. يشعل ناغورنو كاراباخ، يتدخل في ليبيا. صحيح أنه استطاع أن يبتز حكومة الوفاق في بعض الأموال، لكنه لم يتمكن من التموضع طويل الأمد أو يحصل على نصيب من النفط الليبي حتى الآن. وبالتالي أردوغان يتبنى سياسات صدامية، حتى الحلفاء علاقاته بالاتحاد الأوروبي في أسوأ حالاتها، وتم تجميد مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تهدد بعقوبات بسبب إجراء تجربة على منظومات S-400 الصاروخية الروسية. وحتى الشريك الروسي الذي يقيم معه علاقات مناهضة للغرب، الآن العلاقات ترتبك للغاية بسبب صدام في سوريا، صدام في ناغورنو كاراباخ، وفي أكثر من ملف، وفي ليبيا أيضا. سياسات أردوغان تصادمية، سياسات تنطوي على تناقضات، وأعتقد أن هذا سيهوي به إلى نهاية مساره السياسي. شكرا جزيلا لحضرتك بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن التركي. وأيضا شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه التغطية الإخبارية من الآن. كنت معكم أنا إيمان الحويزي في هذه الجولة والجولات التي سبقتها. أشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء.